دشن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات كتابه الجديد بعنوان العدوان القطري على الديبل عام 1986، وذلك بحضور نخبة فكرية وبحثية وإعلامية وعدد من أعضاء وباحثي المركز. ورحب سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز دراسات بالحضور، معربا عن سعادته بأن يكون حفل التدشين الأول للكتاب من مملكة البحرين، والتي قدمت وما زالت تضحيات كثيرة وغالية في مقدمتها الشهداء الأبرار وفاء للمبادئ السامية والقيم النبيلة. وأوضح الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة أن الكتاب هو وثيقة تاريخية وشهادة أمينة يتناول تفاصيل أحداث العدوان القطري المسلح على ضحايا الديبل في اعتداء سافر ومؤلم على سيادة دولة جارة ومسالمة لم يراعى أي اعتبارات لما يربط بين الشعبين من مقومات مشتركة، ويتنافى كذلك مع الأخلاق العربية والقيم الإنسانية والأعراف الدولية. وأضاف سعادته أن استمرار التورط القطري في شؤون مملكة البحرين بطرق ووسائل عديدة من اعتداءات مرفوضة على السيادة ومحاولة التأثير على النسيج الوطني ودعم جماعات الإرهاب بالقرائن المؤكدة. وفي المقابل تؤكد مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يوما بعد آخر نجاحها الداخلي بإصلاحات شاملة ومكتسبات نوعية وحضورها الدولي كدولة مسؤولة محبة للسلام. ووضعت قاعدة مفادها أن مكانة الدول لا تتحد بناء على ثروات طبيعية أو إعلام موجه، وإنما رسخت المملكة مكانتها المتقدمة بين الأمم الحرة بمواقف ثابتة وحكيمة وإنجازات متواصلة ومبادرات كبيرة. وأكد رئيس مجلس الأمناء أن ما تنعم به مملكة البحرين من حريات وانفتاح في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء انعكس على تطوير آفاق النشاط البحثي والأكاديمي وتهيئة كل السبل للارتقاء بدوره في عملية صنع القرار. وشدد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة على أن مركز دراسات لن يتوانى في أداء رسالته التي يقع من ضمن أهدافها تعزيز الحوار والاستقرار الإقليمي، وأن يمضي قدما في تقديم الإضافات والإصدارات البحثية الرصينة، معربا في هذا الصدد عن اعتزازه بأن يأتي المركز ضمن أفضل 5 مراكز للبحوث والدراسات على المستوى العربي لعام 2017 بحسب تصنيف أكاديمي رفيع المستوى. لطالما كان للتاريخ لسان صريح يحدث ويكشف عن التفاصيل والأحداث والوقائع، وفي ملف الممارسات القطرية ضد البحرين العجب من الوقائع التي تؤكد السعي القطري المستمر لزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين. ولعل من أبرز هذه الوقائع التاريخية أحداث العدوان القطري المسلح عام 1986 على ضحال الديبل الذي يقع في المياه الإقليمية البحرينية، وهي سابقة تاريخية أحدثت شرخا عميقا في علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعن تفاصيل هذا العدوان الغاشم أصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات كتابا توثيقيا مهم كشف عن طبيعة الممارسات القطرية العدائية وعدم مراعاة أي اعتبارات لما يربط بين الشعبين من أواصر ومقومات مشتركة أو علاقات الجوار والثوابت الخليجية والمنافية كذلك للأخلاق العربية والإنسانية. ومن منطلق الأهمية التاريخية للتوثيق والذي تعد مجرياته وأحداثه المفصلية محركا أساسيا لفهم الحقائق واستنباط التفاعلات التي تشكل واقع اليوم وملامح الغد، يسرد الكتاب مجريات وحيثيات الوقائع التاريخية للعدوان القطري على ضحال الديبل بكل تجرد وموضوعية بهدف بيان سلوك النظام القطري الذي يثبت يوما بعد يوم أنه يغرد منفردا خارج السرب الخليجي ضمن مسلسل يحيك أحداثه فكر هدام يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية. ويتناول الكتاب هذا العدوان المؤسف الذي صدم أهل الخليج العربي
ويسرد تفاصيل هذا العدوان الغاشم وكل ما يحيط به من معلومات موثوقة حول الموقع الجغرافي للديبل وتاريخ السيادة البحرينية على الديبل، وكيف اختارت حكومة البحرين موقف ضبط النفس بكل حكمة في تفاعل إيجابي مع الوساطة الخليجية والسعودية تحديدا. ويبين الكتاب حقيقة الدور القطري المخادع في حل الأزمة، والذي تجسد في المراوغة ومحاولة الالتفاف على تنفيذ بنود الاتفاق ووضع العراقيل لإطالة أمد الأزمة. فهذا الكتاب بات مصدرا موثوقا يؤرخ مرحلة هامة من التاريخ الخليجي، وفصلا من فصول الممارسات العدائية لدولة قطر في محاولاتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وخصوصا مملكة البحرين، دون أي مراعاة للأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.